بأعيد تشكيل النادي الأهلي في هذه المباراة. محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، ثم اثنين في قلبي الدفاع رامي ربيعة وأيمن أشرف، واثنين أو واحد هنشوف بقى حسب خبرائنا الفنيين هيقولوا لنا إيه، عمرو السولية ومجدي قفشة ووليد سليمان، وعلى الشمال هيكون رمضان صبحي، وعلى اليمين هيكون حسين الشحات، وفي الأمام جونيور أجاي رأس حربة وحيد أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا في دور ال 16 أولى المباريات أمام النجم الساحلي. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في هذه المباراة الصعبة جداً.